عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسمع شيخي يقول. هذا هو الجديد، سفرية وادي وليد الصادي إلى سويسرا وطعن الفاف. تعالوا نشوف ما قاله. أتمنى من الأخوة الكرام متابعيني، نتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في القناة. هيا نسمع. أورده التلفزيون الجزائري العمومي، فإن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي موجود منذ الأمس في لوزان السويسرية من أجل قضية اتحاد العاصمة، وسيودع ملف اتحاد الجزائر في قضية الخريطة الوهمية لنادي نهضة بركان لدى محكمة التحكيم الرياضي تاس. و وليد صادي كان قد عقد أمس جلسة عمل مع محامين جانب لتحرير عريضة قانونية ضد الكاف بسبب خرقها للقوانين والمواثيق الرياضية. بالضبط، هذه المعلومات اللي نقلها التلفزيون الوطني، وهي معلومات كما تكلمنا في البداية، ونزيد أيضا دعمها بمعلومات وصلتنا قبل ما ندخلوا البلاطو، وهي أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أرسلنا رسالة رسمية أيضا إلى باتريس موتسيبي، ونتكلم الرسالة كانت صريحة وتكلمت على أي أساس تم اتخاذ عدة قرارات دون الرجوع إلى المواد القانونية. هذه الرسالة كانت شديدة اللهجة، وأيضا لما شاهدوا اليوم الريونيون زوم اللي كانت بين اتحاد العاصمة ولاكاف، حتى الفاف قام اقترح على اتحاد العاصمة أنهم يحضروا محاميين مع اتحاد العاصمة. أنا أظن هذه مؤشرات خير، لأن لو تروح الى طاس بدون اخذ مثلا تكلموا على عده محامين من جنسيات مختلفه، هذه الامور نظن انها تقدر تعود بالفائده. فيه نقطه ايضا اخي محمد اذا ممكن تكلم عليها. تكلم اخي امين على المسرحيه، انا حبيت نولي لنقطه ممكن ما تكلمش عليها الاعلام. تخيل اخي محمد ان في شهر اكتوبر 2023 لما تم انشاء سوبر ليج، قاموا بوضع الانديه 8 اللي تشارك في المنافسه، وعند وضع نادي وداد البيضاوي تم رسم، كان فيه فيديو، تم رسم الخريطه الحقيقيه للمغرب دون الخريطه الوهميه اللي الان معتمد عليها من طرف الكاف. نعم. مباشره بعدها قبل تقريبا 24 ساعه قام نادي وداد البيضاوي بتدخل بقيام بطعن، تم نزع الفيديو وتعويضه بفيديو اخر بالخريطه الوهميه. هنا نلاحظوا يعني كيف الكاف ما تعتمدش على امور مبنيه على قاعده، لان على اي اساس اعتمدت الخريطه الاولى؟ هذا دليل على انها اعتمدت على امور دوليه متعارف عليها، نتكلم على الامم المتحده. والاكثر من ذلك ان فريق الوداد البيضاوي لما واجه انذاك نادي انيمبا رفض انه يدخل للقاء بالخريطه الوهميه، ولكن دخل التدريبات بالخريطه الوهميه لانه كان خائف للتعرض للعقوبات. انا اظن هذا يبين لك ان لو فيه امور ممكن تكون في فائده الكره الجزائريه، ما ليش راح تكون على مستوى الكاف وانما على مستوى محكمه التحكيم الدوليه. ان شاء الله تكون خير، لان لو كان العكس لا ارى كيف يمكن مواصله في ظل هذه الامور اللي ليس لها علاقه بالرياضه. انا نكمل على كلامه فقط في خصوص البيانات التي اصدرها الكاف. هل في كل مراسله تم الرد عليها كي ترد في المراسلات تهضى مالديك عمر تستند على قانون واضح؟ قال القانون فلان يقول قانون القانون كذا، وكاننا في غابه الفاف الكاف، غابه كبيره وما فيهاش حراس، بدون اي استناد الى اي قانون. تفضل عمر، تفضل. يزيد فضلك، ولكن لو نشاهدوا القرار اللي كان اجابه لطعن الاتحاد الجزائري لكره القدم، البند الوحيد اللي تم الاستناد اليه على ماده قانونيه كان لما طلبوا الاتحاد الجزائري بالتوجه للطاس اعتمادا على الماده القانونيه. دو بروميير ديسيزيون ما فيهم صح، ما فيهم ولا، ما عدا القرار الثالث اللي هو الاتجاه الى الطاس ورفض اي يعني اي طعن اخر، استندوا الماده. لكن في القرار الاول والثاني لا يوجد اي ماده تم الاستناد اليها، يعني اليوم يتصرفوا بالاهواء وكانها زريبه، زريبه الفاف مجرد زريبه، اكرمكم الكاف اكرمكم الله، مجرد زريبه حيوانات تسير تلهو وتلعب الداخل، ما كان لا قانون لا ولا هم يحزنون، لا يتم الاستناد الى القوانين، يتم الاستناد فيها الى الاهواء. وانا كنت من ابرز انا واحد من الناس اللي دائما نقول الفو اغيتي باستا باستا من هذا الكاف، ما يحبوناش من لي زاني 60، الافارقه لا يحبوننا منذ 60ات، وما حد في كل مره كانت فيها مشاكل بين الاتحاد الجزائري. اسمح لي، لكن انت تقول توقف او باستا، يعني ما العمل؟ هل هذا حدوا الاتحاد الافريقي؟ لا لا لا، نشوفوا اتحاد قاري اخر نلعبوا فيه، لانه هذا الاتحاد ما يقدرش يتسقم وما راحش يتسقم الى يوم الدين، لانه اتحاد فاز. لا، الجزائر سد وناضل من اجل اصلاح، لا اسمح لي، ماش تناضل، شي كيفاش تناضل واحد؟ لا لا لا،
ما تناضلش وحدك، تناضل مع الشرفاء في افريقيا، تناضل مع الشرفاء في افريقيا من اجل اصلاح ما يمكن اصلاحه. اما انه البعض يقول لك لماذا لا نتبع بعض الاساليب الذي يتبعها جيرونا، فانا ارفض رفضا قاطعا ولست ابدا مع هذا الطرح. الجزائر لديها مبادئ ولديها مواقف، ومعروف أن الجزائري يموت من أجل مواقفه. هذا البلد يا ميدو دفع فاتورة باهظة من أجل نيل استقلاله، ونحن نعرف ما معنى كلمة الحرية ومعنى كلمة الاستقلال، ونظن حتى مع بعض الشعوب الإفريقية حتى تنال استقلالها، وجنوب إفريقيا خير دليل على ذلك. الآن هناك مشكلة كبيرة في الكاف، هذه الهيئة الكروية أصبحت مختطفة، الخاص والعام يعلم هذا. الآن عليك أن تناضل بالطرق القانونية بالطرق الشرعية في ظل احترام القيم والمبادئ الرياضية من أجل إصلاح هذه المنظومة. هذا هو الحل. ما تقدرش دير ثورة مسؤولا عن النتائج ميدو، تتعمل، ما تقدرش دير ريفوليسيون افيك جون باري. ميدو انت يكون عندك خط واضح ومبادئ وقيم وثوابت، وتناضل من أجل إعلاء كلمة الحق، وبعد ذلك لست مسؤولا عن النتائج. النتائج والغيب والمستقبل كله بيد الله. هذه القارة لن تنفض الغبار عن نفسها إلى يوم الدين. أنا نقول لك ما تقدرش دير ثورة مع ما شحال من ذكر البلدان باش ما نوليوش. علاش صارت ثورة في الفيفا وتم اقتياد الكثير من الأشخاص؟ باسكو الأغبياء تدخل. معليش، لماذا تمت السلطة عليا تدخل؟ معليش ميدو، كبيرة كما يقولوا ضربت الداخل. يمكن الإصلاح ميدو في إفريقيا، والله لن يتم إصلاح الاتحاد الإفريقي. يمكن تخاطروا كما يقولوا بالعامية، كما ما تقدرش دير ثورة مع شعوب مماثلة، مع أشخاص مماثلين باش ما نجمعوش. ما تقدرش دير ثورة أنت مع بلدان تعودت على الفساد في أنظمتها وفي كرتها وفي كل شيء. أنت اليوم ما تقدرش تروح لإفريقيا باش تصلحها. ما كانش شيكيفارا واحد ومات وباعه راعي أغنام من أجل أن يقتل شيكيفارا. لذلك اليوم يا بلو شيكيفارا، هاد الناس ما تقدرش تتعامل معاهم. نريد أن نطرح لك سؤال، لكن توعدني أننا نعود نرجع للموضوع. نعود نرجع باش ما نغوصوش كثير في القضية. لا نغوصو. لا توجد أي مؤسسة دولية في العالم ما فيهاش كميه من الفساد. اوكي، خلينا الامم المتحده فيها فساد تحتاج الى اصلاح، والجزائر تناضل من اجل اصلاح الامم المتحده. مجلس الامن اللي يحكم العالم ويدعي بانه يعمل من اجل احلال السلم ومنع الحروب يفشل في كثير من الاوقات في احلال السلم في العالم، والعالم راك تشاهد ميدو كل حروب وفي فساد، والجزائر نادت من اجل اصلاح مجلس الامن. الاتحاد الافريقي فيه فساد، الكاف فيها فساد، حتى الفاف في الجزائر هنا فيها فساد، الرابطه فيها فساد. الفساد هذا راح يبقى، الحق والباطل يا ميدو راح يبقى وهكذا الى يوم الدين، الى يوم القيامه. فقط انت كن مع الحق، لا تصفق للباطل، كن بقيمك، بخطك، بمنهجك، بقوتك، بصوتك، اعمل على ان تعلي كلمه الحق. بعد ذلك النتائج يا ميدو لست مسؤولا عنها. ايه باسكو لو كنت مسؤول بالحق انت لست رسولا، انت لست رسولا ولست نبيا ولست مصلحا اجتماعيا.